ما شاء الله اليوم الحلقة عن الكشتات وعن الرحمة وعن ومعنا جمعية عروة بوقف رحماء الكائن في الرياض، وقف الرحمة، يعني الرحماء يرحمهم الرحمن، فاسمه وقف رحماء. كيف يكون لنا مشاركة ومساهمة في هذا الوقف العظيم؟ نحن ندل على الخير وإن شاء الله نشارككم في الأجر، ونحن محتاجين، الإنسان هو محتاج لهذه الصدقة العظيمة حتى يكون يوم القيامة تحت ظل هذه الصدقة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن في ظل صدقته حتى يقضى بين الخلق. فنحن في ظل هذه الصدقة يوم القيامة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. أرقام الحسابات على الشاشة. أنت تخدم نفسك، أنت تدفع لنفسك، تقدم لنفسك، وما تقدم من خير ها تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. فأنت تقدم لنفسك ليس لأحد. هذه فرصة لا تضيعها، الوقف، مضاعفة الأجور والحسنات واستمرارية هذه الأجور، فلا تحرم نفسك. أسلم أبو بجاد. الوقف يتكلم عن إيش؟ في خدمة الأيتام والأرامل والمساكين. أول شيء بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أول شيء يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على هدى فله مثل أجره دون نقص من أجر ذلك. أنت قد لا تستطيع أن تدفع يعني المال، ولكن تستطيع أن تنشر هذا الخير العظيم وتنشر هذا الوقف العظيم. الأمر الثاني مثل ما ذكر أخونا: المرء في ظل صدقته حتى يقضى بين الخلق يوم القيامة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين. وهذا الوقف يا أخواني يعني يخدم الأرامل ويخدم الأيتام ويخدم المساكين، يعني فيه أبواب كثيرة. ومن الرحمة أنك تساهم في هذا الوقف وتجعل لنفسك نصيب، فلن يبقى لك من مالك إلا ما أنفقته في هذا الوقف وفي الصدقة عموما. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، أي بشيء قليل من التمرة، فتصدقوا بالقليل، فهذا القليل ينميها الله جل وعلا لك فيكون كثيرا بإذن الله جل وعلا. فالله الله يا إخواني في المساهمة في هذا الوقف الذي يحتوي على أشياء كثيرة بإذن الله جل وعلا. فلا تنسوا أنفسكم ولا تنسوا والديكم. وأنت يا من عندك مريض، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة. تصدق بنية الشفاء لهذا المريض وبنية ذهاب هذا المرض، بإذن الله جل وعلا سيشافي الله هذا المريض. أيضا كلنا يا أخواني عندنا أموات، وكنا نتكلم عن بر الوالدين، فمن بر الوالدين أنك تجعل لهم في هذا الوقف، فهو سيصلهم بإذن الله جل وعلا، سواء كانوا والديك أحياء أو أموات. فهذا أعظم بر تقدمه لهم أنك تتصدق عنهم في هذا الوقف وتدفع في هذا الوقف الذي يأتي والدك ووالدتك يوم القيامة وهم في ظل صدقة. من المتسبب فيها؟ من اللي دفعها عنهم؟ أنت يا هذا الإبر البر، وتكون أنت سبب في ظل والديك يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله، بسبب أنك تصدقت بالنية عنهم. فالله الله يا اخواني في الوقف. اترك المجال للشيخ احمد يشاركنا في كلام عن هذا الوقف والاخوان. الله يجزاك خير، والله كلامك طيب يا ابو الشيخ الشيخ مسلط ابو بجاد، الله يسلمك. ما في شك الصدقه يعني المؤمن في ظل صدقته يوم القيامه، والله سبحانه وتعالى من السبع الذين يظلهم الله في ظله ذكر رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه شماله ما تنفق يمينه.
والحديث طبعا يشمل الذكر ويشمل الأنثى ويشمل المرأة ويشمل الرجل أيضا. والله سبحانه وتعالى لما ختم آية المنافقين تذكرون الآية قال سبحانه وتعالى لولا أخرتني إلى أجل قريب، لماذا يا أيها الإخوة لماذا؟ قال فأصدق، فجعل يعني رغبته في الرجوع أنه أول عمل يقوم به التصدق، قال فأصدق وأكون من الصالحين. فالمؤمن في ظل صدقته يوم القيامة، والصدقة تطفئ غضب الرب سبحانه وتعالى. فأنفق يا ابن آدم كما ورد في الحديث أنفق عليك. ورد في الحديث أيضا أن في كل يوم الله سبحانه وتعالى يرسل الملك فيقول للمتصدق اللهم أعطي فلانا خلفا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام وأعطي ممسكا تلفا. نعم اللهم أعطي منفقا خلفا وممسكا وأعطي ممسكا تلفا. فإذا كانت هذه البشارة من الله أنه يرسل لك ملك من الملائكة، والملائكة كلها رحمة، بما أن حديثنا في هذا المساء الجميل معكم يا ضيوف الكرام، يعني الله سبحانه وتعالى يرسل لك ملك لإنفاقك ويدعو لك بالخير، أعطي منفقا خلفا. وبالعكس لو أمسكت يعني بخل أو شح أو مثلا عدم رغبة في صدقة يدعو عندك المال الوفير، يعني عندك المال وتمسك تنفق في أمور الدنيا ولكن أمور الآخرة لا تنفق فيها، فيرسل الله ملكا بالعكس يعني يدعو عليك بالتلف كما قال في الحديث وأعطي ممسكا تلفا، يتلف هذا المال حتى لو عشت فترة من الزمن لكن تسلب البركة منه. فلا تشعر بالبركة ولا السعادة ولا الطمأنينة ولا الراحة، لأنك لم تفرح نفسك ولم تدخر لآخرتك، كما ورد في الحديث أن الواحد إذا أنفق الله سبحانه وتعالى يربي له كما يربي أحدكم فلوه. فلو أنفقت ريال تأتي يا أبو حاتم يوم القيامة ترى أمثال الجبال من الحسنات. الله أكبر. والسبب؟ السبب أنك أنفقت. نعم أنفقت، فالله يربيها لك، يحفظ هذه الأمانة وهذا الإنفاق. كما يربي أحدكم فلوه. كما يربي أحدكم فلوه للحصان الصغير. والباب الإنفاق باب كبير، والحمد لله الآن في مجال يعني أنك تنفق في مجالات الخير وجمعيات الخير، وفيها حسابات التطبيقات البرامج اللي تنفق عن طريقها، والحمد لله في أمور كثيرة ميسرة، تساهم ببناء مسجد، بحفر الآبار، صحيح، بالصدقة على الفقراء، صحيح، على المساكين، صحيح، ولو على البهائم، لو تضع كأس ماء بقارورة ماء تضعها مثلا للبهائم، القطط أو الطيور أو البهائم في شدة الحر، تجد هذا أثرها بإذن الله في حياتك. يعني امرأة دخلت نعم الجنة وهي بغي، وهي بغي، وهي بغي، سقط بسبب إيش؟ سقط كلبا، سقط كلبا بخفها رضي الله رحمها الله. والثانية نعم دخلت النار بسبب هرة، بسبب هرة حبستها. نعم، فالصدقة شأنها عظيم ومجالها الحمد لله واسع وهي ميسورة. صحيح. فاتقوا الله ما استطعتم، كل بقدر استطاعته. صحيح. يعني مو بشرط انك تبني مسجد كامل. صحيح. لكن تشارك ولو بأقل القليل في بناء مسجد، كهذا كمثال يعني. والألوان الصدقات وكثيرة من كفالة الأيتام ورعاية الأرامل، أنا وكافل اليتيم كهاتين، أنا في الجنة كهاتين، وأشار عليه الصلاة والسلام بيده. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. يستطيع الإنسان أن يدل على الخير يعني. نعم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم القائم على المسكين والأرملة كالصائم لا يفطر كالقائم لا يفطر. يعني وهذا حال المجاهد في سبيل الله، عندما أنت تتصدق بمالك على مسكين وأرملة وتقوم عليهم، فحالك حال المجاهد في سبيل الله. صائم يعني لما سأل أحد الصحابة عن عمل المجاهد في سبيل الله
قال كالصائم لا يفطر وكالقائم لا يفطر. هل تستطيع أن تصوم النهار كله؟ هل تستطيع أن تقوم الليل كله؟ قال لا. قال هذا حال المجاهد في سبيل الله. فعندما أنت تتبرع بهذا المبلغ البسيط وتشارك في سهم وقف رحماء لكفالة الأيتام والأرامل والمساكين ولي يعني تفريج الكرب، في جميع أعمال الخير موجودة عندهم في جمعية عروة، فأكرم نفسك يا ابن آدم. ايش رأيك أبو حاتم؟ معنا ولا مع؟ أنا أقول مثلا أنتم معي يا أخوان، معك. أنا أقول على سبيل المثال يعني شارب الدخان مثلا أو شارب الشيشة، من هو المستفيد من وقف الدخان أو وقف الشيشة؟ هل هو صاحبها أو الناصح له؟ يعني أنا جيت واحد من الشباب يدخن فنصحته، فهو يعني زاد، هو اللي يدمر نفسه، هو أنا ناصح له ورحمة، أنا في المقابل رحمة ولا أبغاه يضر نفسه. يعني الدخان والشيشة وهذا مضارها كما تعلمون يعني كثير، فأنا ناصح، أنا يا كذلك راعي المال، أنا ناصحك والله لا ولا يدخل جوبنا هلا له واحدة، حنا ننصحك تقدم لشيء أمامك يوم القيامة تلقاه يوم القيامة، يعني إلى مت خلاص انقطع عملك إلا من ثلاث كما هو وارد في الحديث، يعني ولد صالح وصدقة جارية أو علم ينتفع به. هل الثلاث هذه متواجدة عندك أو واحدة منهن؟ بإذن الله إن الله يتجاوز عنك ويغفرك. يا بادر الخير بادر فتبرع وجود من مالك أنفق قبل لا تموت لو ريال، يخلف عليك الولي دايم ومالك يزود، الله يرزقك من عنده برزق حلال، الله يرزقك من عنده برزق حلال. حذرك تبخل على نفسك يا ابن الأسود، ما دمت عايش بالدنيا وفي طيب حال، ما دمت عايش بالدنيا وفي طيب حال، لا مت ما عاديا فعكم لجاهن ولجاهون قود، لا مت ما عاديا فعكم لجاهون قود، إلا ما قدمت من خير وبر ومال، إلا ما قدمت من خير وبر ومال. فالوقف شارك وساهم ما تضيع الجهود، مع ربك الواحد المعبود يا ذا الجلال، مع ربك الواحد المعبود يا ذا الجلال. نشكر الأضاء صراحة ما تبيح السدود، في الجمعية شهادة صدق نعم الرجال، في الجمعية صراحة صدق نعم الرجال. وبعدين وين؟ وبعدين وين؟ في ديرة الهيلة وجمعية عتيبة. تكفون تكفون يا عتيبة الهيلة، غطوا الوقف غطوا الوقف، والله العظيم ممكن ما يجي عليكم يا عتيبة ولا ريال من غير قاصر في القبائل الثانية. اي والله فزعتكم وانتم هلا الفزعة. كفو اي والله ترى نخوة ما هي. اي والله يا ولد هذاهم يصيحون في التيك توك، خلينا نصيح بعد. هذه